أما هلأ ميسان برحب بضيفنا الأستاذ فادي رحمون، مدرب مهارات قيادية وإرادية. ومثل ما شفنا بالموضوع، نحن رح نحكي اليوم عن الأزمات وإدارة الأزمات. بدي بلش معك بعد صباح الخير بشو الفرق بين مشكلة وأزمة. أول شيء صباح النور لكم ولكل المتابعين. طبعا موضوع إدارة الأزمات هو موضوع مهم، وبنفس الوقت مثل ما يعني للأسف واقعنا بيشهد العديد من الأزمات، سواء الأزمات على الصعيد الشخصي أو الأزمات على صعيد الأعمال، نتيجة الواقع المتغير. طبعا دائما بالظروف المتغيرة بتكثر الأزمات يعني. فإذا بدنا نحكي بداية مثل ما حضرتك تفضلتي، شو الفرق ما بين الأزمة والمشكلة؟ طبعا الأزمة هي، بدنا نحاول نحكي بشوي مصطلحات يعني أكاديمية، وبنفس الوقت كمان حتى جميع الأشخاص مبسطة نقدر نفهمها. الأزمة هي نقطة تحول مفاجئة بتصير بحياة الشركة أو المؤسسة أو حتى على الصعيد الشخصي بحياتنا. يعني نحن ممكن نكون متعودين على نمط معين، سواء بكميات الإنتاج، سواء بحياتنا الشخصية على الصعيد الفردي، فجأة بصير حدث ما، هذا الموضوع ممكن يكون له بعض الآثار السلبية اللي ممكن أحيانا تأخذ منحة أكثر لتوصل بصراحة بعض الآثار ممكن تكون مدمرة للشركة في حال تم إهمال هي الأزمة أو خلاها تأخذ أكبر من حجمها. فهذا الموضوع بصراحة بحاجة ليكون فيه له معالجة معينة. أما المشكلة فهي شيء مبسط مقارنة بالأزمة. بعض المشكلات أكيد ما بننكر أنه ممكن تكون ضخمة وبحاجة لتعامل خاص، ولكن عادة ما بيتم إهمال هي المشكلات لتتفاقم فيما بعد لتتحول لأزمة في حال لم يتم معالجتها بالطريقة والوقت والمناسبين. فدائما هي المشكلة تبدأ كمؤشر مثل ما كان بالمقدمة في بعض الإنذارات، يعني هي مراحل إدارة الأزمة، بعض الإنذارات اللي ممكن تستشرف المؤسسة أو الأشخاص يقدروا يميزوا أنه هلأ نحن فايتين على مرحلة نوعا ما غير طبيعية، فاحتمال هذا الشيء يأثر على حياة مؤسستنا، ممكن نفادي هاي المؤسسة، يتم تفادي هاي الآثار في حال تم التقاط هاي الإشارات ومعالجتها بالوقت المناسب. نعم، يعني الأزمات غالبا بتجي فجأة، بتكون صادمة يعني للشخص، إن كان على الصعيد الشخصي، إن كانت أزمة على الصعيد الشخصي أو على صعيد العمل مثل ما ذكرت حضرتك بالمؤسسات. وقت بتجي هاي الأزمة الفجائية، كيف يتم التعامل معها ويمكن احتوائها بلحظة من اللحظات؟ صحيح. هلا نحن بعد ما حكينا عن طبيعة الأزمة انه هي بالفعل ممكن يكون بشكل فجأة، هلا بعض الأزمات ممكن ناخذ مؤشرات لها، وبعض الأزمات بالفعل يعني بننام نفيق بنلاقي مثلا صار في مشكلة كثير كبيرة اللي هي ممكن تكون ترتقي لحدث الأزمة. بدنا نعرف أول شيء كيف نحن ممكن ندير هي الأزمة، يعني شو معنى إدارة الأزمة؟ أي مؤسسة أو أي شركة هي في لها بعض المقومات اللي أساساً هي شكلت هي الشركة أو المؤسسة، اللي ممكن تكون هي أول شيء الممتلكات كبناء غير بناء كذا، الأصول الثابتة اللي فيها ممتلكات هي المؤسسة، إيراداتها، أرباحها، والأهم اللي هن الأشخاص العاملين فيها. فنحن اليوم لما نتعرض لأي أزمة قد ايه بالفعل نحن قادرين انه نفادي هي المؤسسة كل هي الآثار السلبية اللي ممكن تلحق الضرر بأي قطاع من هي القطاعات، او ممكن يكون بأكثر من قطاع، يعني ممكن يكون بنفس الوقت عم تأثر على العاملين بالمؤسسة او المنظمة، وبنفس الوقت عم تأثر لي على الإيرادات، وهذا الشيء ممكن يحملني أعباء كثير كبيرة على مدى ممكن تستمر الأزمة فيه، فاحتمال يوصل آخر شيء الموضوع لإفلاس الشركة او المؤسسة، ممكن يكون مو إفلاس بقدر ما يكون تحمل أعباء قانونية ببعض الأماكن حسب طبيعة الأزمة. فإدارة الأزمة أنا قديه فيني فعلا اتفادى قدر الإمكان، أو يعني اللي بنطمح دائما لإله اتجنب قدر الإمكان هي الآثار. كيف بدي اتجنب؟ باعتبار كان قبل شوي موضوعكم طبي، أنا بصراحة كتير بقارنة بالمشكلة هي بالنهاية يعني أو الأزمة هي شيء حدث لنا غير طبيعي، يعني مثل جسم الإنسان لما فجأة يمرض. هلأ أنا بقدر ما أنه فعلا بقدر شخص هاي الأزمة بشكل صح، بقدر لاقي الحلول لها بشكل صح. فإذا كان التشخيص بالأساس أو كان التجاهل لهي الأزمة أنه أنا ما عندي أزمة هلأ بنحكي فيها، بينكر، وللأسف هي أحد الأساليب التعامل مع الأزمات التقليدية، ممكن نحن ننكر وقوع الأزمة أساساً أو وجودها، فهذا الشيء رح يخليها تتفاقم، فجأة رح نلاقي الموضوع صار أكبر بكثير من أنه أنا فعلاً أقدر لاقي له حلول. فأول شيء أنا لازم صنف الأزمة بشكل الصحيح أو الطبيعي.
هل هي أزمة متكررة؟ شو طبيعتها؟ هل طبيعتها مادية رح تكون آثارها مادية أم معنوية؟ أم ممكن تكون آثار معنوية ومادية؟ طبعاً آثارها على المؤسسة أو الشركة أو حتى على الصعيد الشخصي. هل هي الأزمة مثلاً لها تأثير جوهري ولا هو مجرد تأثير سطحي؟ طبعاً هذا كلياته بفيدني أنا لحتى انتقل مرحلة المعالجة لأعرف تماماً كيف أنا ممكن أتناول هي الأزمة. طبعاً بالإضافة لموضوع أنا هي الأزمة قد إيه درجة شدتها، قد إيه ممكن بالفعل تهدد حياة المؤسسة، قد إيه أنا قادر اليوم أتحكم فيها، شو الأدوات المتوفرة لإلي، وآخر شيء طبعاً أساليب التعامل فيها. في أساليب تقليدية ممكن يكون إنكارها، هي أحد الحلول يعني السابقة اللي أثبتت فشلة للأسف، إنكار الأزمة أو أحيانا ممكن أجل ظهورها، يعني نقول هلأ مو فاضي نفتح هذا الملف، ممكن نفتحه بالفترة الماضية بالفترة اللاحقة للأسف. فهذا الموضوع حيتفاقم بدل ما يكون الموضوع بمكان معين. لو فرضنا مثلا بعض الموظفين عادة هي بتصير، بعض الموظفين اللي ما كثير عندهم رضا على مكان العمل أو طبيعة العمل أو ظروف العمل، ممكن هذا الموضوع ينحل بأمور كثير بسيطة إذا اعتبرناها مشكلة بهذا الوقت. إذا أجلنا هي المشكلة ويعني وتجاهلنا هي المتطلبات، احتمال توصل لأزمة، وهي الأزمة ممكن تأثر على إنتاجية الشركة، تأثر على ظهور بعض الشائعات اللي ممكن أساساً الموظفين يكون لهم دور كثير كبير فيها، ممكن يعني يوصل الشركة لمكان كثير كان يعني كان ممكن تتفادى لو تعاملت بالموضوع بشكل بسيط. نعم أكيد. يعني أستاذ فادي جملت أكثر من موضوع، الحقيقة كان بدي أسألك عنهم، مبادئ كيف ممكن نحط مبادئ، كيف ممكن نحكي عن التخطيط. لهيك بدي انتقل معك فورا لمحور ثاني ما حكينا فيه، اللي هو الفرق بين الأزمات والمشاكل العمومية أو لمؤسسات، والمشاكل والأزمات الشخصية باعتبار حضرتك كنت عم تحكي بالشق الأول عن الشيء العام. هلا يعني ما يطبق هيك اذا فينا نحكي بالعموم، طبعا هو موضوع حقيقه كثير تخصصي بحاجه ل يعني عمق كثير بالمصطلحات، طبيعه الازمات حتى على المستوى الشخصي. يعني المستوى الشخصي انا دائما بسقطه على يعني المؤسسات. بالمؤسسات في عندنا ازمات اقتصاديه، في عندنا احيانا ممكن تكون ازمات ثقه، في عندنا ممكن تكون ازمات اجتماعيه ببعض المؤسسات اللي لها طابع خدمي. حسب طبعا هي الطبيعه مختلفه جدا، يعني الانواع الازمات ممكن تتعرض لها اي مؤسسه. وعلى نفس الشيء يعني اذا فينا نقارن بالمستوى الشخصي، احيانا ممكن تكون هي عباره عن ازمات نفسيه، ممكن تكون عباره عن ازمات اقتصاديه يعني على مستوى الدخل العائلي وغيره للاسف. وهلا هذا الموضوع حقيقه يعني كثير عم نعاني منه. ممكن يكون في ازمات هي لا الايرادات يعني كاسر نوعا ما مقبول، ولكن ما عم يقدروا كثير يتحكموا فيه او يوزعوه بالطريقه الصحيحه. يعني في العديد من الازمات. برجع انا باكد اي ازمه نحن لازم نفهم اول شيء شو طبيعتها، نتعامل معها بطريقه ايجابيه، ما يكون ابدا في طريق سلبي، بهدوء بمرونه، لان هي صراحه حتى بالمؤسسات حتى على صعيد الاشخاص هي الصفات كثير بتساعد لفهم هي المشكله، التعامل معها بطريقه مرنه نوعا ما. المرونه هي بتساعدنا كثير لنلاقي فكر ابداعي بايجاد الحلول لهي المشاكل، ما يكون في انعزال، وهذا الشيء كثير مهم، يكون في تواصل. التواصل جدا مهم بالأزمات، بس صار في انقطاع لعمليات التواصل سواء بالمؤسسات أو على صعيد الأشخاص، ممكن هذا الموضوع يفاقم الأزمة، يعيشنا بحالة كتير بعيدة عن الواقع، وهذا الشيء ممكن يضخمها ويحسسنا بوجود مشكلة كتير كبيرة. وهي بالأساس ممكن إذا فهمنا فعلا طبيعتها قادرين على الأقل مثل ما اتفقنا، مو كل الأزمات هي قادر يعني قابلة للحل بشكل نهائي، ولكن قدر الإمكان نقدر نتفادى الآثار السلبية اللي ممكن تلحقنا ضرر كتير كبير نحن يمكن بغنى عنه أو ما في حاجة كان لحتى يأثر بهذا الموضوع. بما أنه عم تحكي عن التواصل مع الأشخاص المحيطة، يمكن العديد من الأشخاص سلمى بس يصير عندهم مشكلة أو حتى أزمة بينعزلوا، صحيح، وبيحسوا أنه لا هن بدهم يقعدوا يفكروا لحالهم ليطلعوا بحل لحالهم، وأنه الحل اللي هن رح يطلعوا فيه بده يكون هو الحل الأمثل. هل هذا الشيء هو صحيح أو لا؟ نحن لازم انه يكون في تضافر جهود من العديد من الاشخاص ان كانت لنحل مشكله شخصيه او مشكله بالمؤسسه. 100% معك حق. دائما التجارب هي خير يعني معلم مثل اي شيء بالحياه، يعني حتى بالازمات.
في شركة بوينغ، هي شركة الطيران، ابتكرت شيء اسمه بلاك بوك. يعني هذا البلاك بوك مثل هو الدليل، بترجع له في حال تعرضها لأي أزمة ممكن تمرق فيها. فهذا بغض النظر عن اليوم عن مين عم بدير هي الشركة أو مين الموظفين المستلمين الأقسام، لأن مثل ما بنعرف هي بحالة تغيير مستمر أي شركة، هذا الشيء طبيعي. في حال وجود أي إشكال أو أي مشكلة ترجع على، أو يعني أزمة مثلا بتعرفها هي، يعني دائما نحن بنقول تصنيف الأزمات حسب حساسيته، حسب اتصاله بصحة الإنسان. يعني الأزمات الغذائية هي بتكون أكثر الأزمات حساسة، لأنه بترتبط بشكل مباشر بصحة الإنسان. أزمات النقل يعني الطيران، لا سمح الله أي حادث ممكن يأثر بشكل مباشر على حياة الإنسان، فهي الأزمات بتاخذ دائما حجم كثير كبير. فمثل هي الشركة اللي عم قلت لكم عليها ابتكرت هذا الدليل، إنه بلحظة من اللحظات، لأن مطلوب دائما ردة فعل مباشرة عند الحدوث أي أزمة، وبنفس الوقت سرعة باتخاذ القرارات والإجراءات الصحيحة، سرعة وليس التسرع. لأن في فرق، أحيانا التسرع ممكن يكون في له آثار كثير سلبية. أكيد. يعني اليوم أعطيتنا ضمن هذا الوقت القصير أعطيتنا فكرة عن إدارة الأزمات، نتشكر وجودك معنا. أنا بتشكركم كثير، يعطيكم ألف عافية، وبتمنى الأزمات تكون بعيدة عن إن شاء الله يا رب. عن جميع يعني وعن جميع المشاهدين، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. إن شاء الله. شكرا كثير لك أستاذ فادي.